مرحبا، معكم Creative Aid. اليوم سأريكم طريقة رائعة لترتيب اكسسوارات الشعر. نحتاج إلى ورق تغليف الهدايا أو ورق تزيين ملون، ونحتاج أيضا إلى قاعدة جميلة يمكن أن تكون زجاجية أو بلاستيكية، وعلبة ذات حجم كبير، قطع بلاستيكية للتزيين، مقص وصمغ سائل. نبدأ في تغليف العلبة. ثم نلصق الورق في الصمغ السائل. ونقص الزيادة. ثم نضع الزينة في القاعدة ونضيف إليها ماء. نضع صمغ ونلصق القاعدة على العلبة، ثم نثقب غطاء العلبة، ثم ندخل برغي في غطاء العلبة البلاستيكي ونركب المقبض. ثم نضع فيها اكسسوارات الشعر. وهذا الشكل النهائي. نشكر متابعتكم. لا تنسوا تعملوا اشتراك بقناة Creative Aid والضغط على زر أعجبني. وإذا كان لديكم أي استفسار اتركوا تعليق.